اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وختامه مسك في هذه الفقره اللي نتكلم فيها عن دور الشعر في عوده التلاحم العربي. الحياه دائما مصرنا الحبيبه بتعتاد انها القلب النابض للعروبه. احنا بنقتدي بمصر في هذه الفقره وفي هذا البرنامج، دائما بنحتضن الاخوه العرب في هذا البرنامج. ضيفتنا في هذه الفقره هي شاعره جزائريه اتت لمصر لتثبت ذاتها، لتعطي موهبتها للشعب المصري هديه وللوطن العربي ايضا بشكل كبير، بحيث ان احنا نقدر نوصل صوتها وأيضا صوت كل أبناء الوطن العربي المحبين لوطننا الحبيب مصر وأيضا لكل الدول العربية. رحب بضيفتي العزيزة المشرفاني في هذه الفقرة الأستاذة فتيحة بقة، شاعرة جزائرية. أهلا بك يا فندم وتحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بنا في مصر الحبيبة، وأهلا وسهلا بمصر في قلوبنا. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه طمنينا، ايه اخبار الجزائر وشعب الجزائر الشقيق؟ الحمد لله رب العالمين. الجزائر بعد ما خرجت من العشرية السوداء تنعم بالأمن والاستقرار، والله يديمها نعمة يا رب العالمين على كافة الوطن العربي. اللهم أمين رب العالمين. اللهم دوم عزاء العز والرحمة والحب والتعاون والسلام على كل أرجاء بلاد الوطن العربي. الشعر، الشعراء لهم طابع خاص كده حتى في حياتهم بشكل كبير، بيبقى كده سمام على وجوههم زي ما بيقولوا يعني. كلمينا عن حضرتك في أو مشوار حضرتك مع الشعر، الموهبة دي ازاي نمتيها، وعرفي نفسك اكتر يعني للجمهور اللي بيشوف حضرتك دلوقتي. اولا تحيه لكل المشاهدين، لكل العرب، تحيه تقدير واجلال لمصر حاضنه العالم باسره، وليس فقط الدول العربيه. الشعر هو نفحه من نفحات رب العالمين في الانسان، هو موهبه من عند رب العالمين. لكن كوني اخترت مصر مقصد، فأنا اخترت بيتي واخترت، وأنا على يقين أن نجاحي سيكون في مصر بإذن رب العالمين بإذن الرحمن. خلاص تعالي نرفع شعار دلوقتي، قليل من الكلام كثير من الشعر. تحب تسمعيني يا فندم دلوقتي؟ سأقول لمصر: ما ذنب قلبي إن تعالى مؤمنا بالعشق دينا بالسلام مذهبا، يا زرقة النيل التي أدمنتها كالعطر تسري في فؤادي مطلبا. سأقول: بالأمس كنتم تعبثون بحجة، واليوم قد جاء الحساب. في كل شبر من أديم ترابها نطقت وقالت: ها هنا كان الذئاب. والمفسدون العابثون بأمنها ستكون قبرهم الأخيرة ولا عتاب. رسموا المهالك دونها كي يحرقوا فيها جميل الأمنيات. قالوا بأن عازمون فليهلك التاريخ فيها، عازمون فلتحرق الأشجار، إنا قادمون، إنا بأمر هاهنا. فأراد ربك أن يكون الحق والحكم المبين. قد كان كر استحال لفرهم، في كل شبر غرد الطير الحزين، غرد الطير الحزين. هيا تعالوا واسألوا التاريخ عن أرض الأمان رغم الجراح، فصوتها الصداح باق لا محال. قالت: هذا قراري، اليوم لي، واليوم أكتب ما أشاء. دونت بالأمس القريب كلامهم وخناجر الغدر التي قد أوهمت بعض الجياع بعض الخنوع، ومع تراكم غدرهم امتد النيل، عبقت حقول الياسمين، عبقت حقول الياسمين، وظل في أعلى السماء نجومها، وظل في أعلى السماء نجومها شرفاؤها والصامدون. سأقول أنهم الغناء، وبأنهم بالعزم كادوا الحاقدين. سأقول أنهم الصمود بعزة وحماة عرض، فالكرامة لا تلين. ضفائري زينتها من صبرهم بإبائهم، طرستني ثوبا حنون، حضنتهم، كنت القريبة والبعيدة في حسابات العداء. فلتسألوا التاريخ عني واكتبوا أني وأني ها هنا أحيا، وفي نبضي عبير الشرفاء.
خيبة الأعداء في صوت انتصاري، صرخة جاءت ضباع جائعة، ومع التاريخ يبقى الضبع ضبعا، وأمان مصر يبقى رغم كيد الحاقدين. شكرا. أنا بحيي حضرتك على هذه الكلمات وهذه القصيدة الرائعة والجميلة، والحقيقة عشان كده هسأل حضرتك، كما تعلمين أن من ضمن مخططات الغرب أو القوى التي تريد العبث بمقدرات الوطن العربي أن تدخل له من الناحية الثقافية، تريد هدم الثقافة العربية نظرا لدورها المؤثر، فهسأل حضرتك شايف دور الشعر وتحديدا في مثل هذا التوقيت الذي يمر به وطننا العربي الحبيب؟ في الحقيقة البارح كنت في دار الأوبرا في ندوة ثقافية كان يقيمها بعض اللواءات وبعض رجال مصر الذين خاضوا حرب أكتوبر، واستوقفني كلام قائد من قادة الثورة اللي هو أعتقد اسمه معتز، لا أذكر اسمه جيدا، لكن استوقفتني الجملة وكان تواضع منه أنه قال أنه نحن في حرب أكتوبر كان عدونا أمامنا وكانت بندقيتنا في إيدنا، لكن الجيل هذا عدو من كل الاتجاهات وبشتى الألوان، وهو لا يدرك أين عدو، يعني العدو هو أنترنت، العدو هو إعلام، العدو هو ثقافة، العدو هو نوع من الأطعمة، العدو حتى يعني يقول أنه هذا الجيل يعني هو أكثر منا صلابة، إن استطاع أن يقاوم فهو أكثر منا صلابة، وبالتالي الحرب الشرسة التي يعني لا نقول أنها تطبخ ولكنها طبخت وأعدت وتكاد تكون قد برمجت في عقول الشباب، فهي حرب بالدرجة الأولى استخدمت فيها الثقافة، الانترنت هو أول الحروب المختلفة، نعم، تستهدف عقول الشباب، فبالتالي هم يريدون تغيير كل مبادئنا، كل قيمنا بما فيها حتى انتماءاتنا، أذواقنا للشعر، لللباس، للأكل، لكل شيء، حتى يطمسوا الهوية العربية من أقصاها إلى أقصاها. حابب نسمع من حضرتك حاجة تانية تحب تسمعيني دلوقتي يا فندم؟ أنا عايزة أسمع قصيدة طلبتها مني صديقتي، رغم أني أكثرت منها في مصر لكنها تكاد تكون القصيدة اللي بسببها أخذت مكاني في مصر، أهديها العزيزة الغالية غادة. اسمي القصيدة دي فندم؟ سأقول لم أكن من قبل يا كل فؤادي أدرك الألوان أصلا، كانت الألوان في عيني كحلا وبه الجفن تكحل، لم أكن أدرك للتاريخ معنى، كانت الأيام والساعات شيئا يتحول، وحياتي ما حياتي لم تكن غير طقوس في ظلام تتبدل، وليالي تشتكي النأيا وتبكي ثم تذبل، لم يكن للشمس نور، لم يكن للبدر سحر، لا ولا لليل طعم، كلها أشياء في عيني تأتي كوميض ثم ترحل، كانت الأيام خطا مستقيما يشبه الظل وظلي منه أطول، فجأة أبصرت نورا في سمائي كان في الأعماق يسري يتسلل، رغم أني كنت في سرداب ذاتي دخل النور لقلبي فتحول، عالم فيه خيال ومروج تتشكل، صار للشمس ضياء، صار للبدر سناء، صار لليل شجون وغناء، صارت الفرحة في الروح لها ألف صدى، وتزينت بألوان انتشائي صرت أصبع صرت أجمل. الله، أنا بحيي حضرتك، والحقيقة يعني الشعر العربي يعني مكتوب باللغة العربية الفصحى وبيلبس الفؤاد زي ما بيقولوا، اسمح لي أشبهه لما يكون الواحد ظمآن جدا وبيرتوي حينما يشرب الماء، فعشان كده يعني الواحد بيعشق الشعر حينما تكون كلماته مؤثرة بشكل كبير مثل كلمات حضرتك، فبحيي حضرتك مرة تانية. وسؤالي بقى لحضرتك متعلق بهذه الجزئية،
دور بقى القوى الناعمة من مثقفيها شعراء وأدباء ومفكرين في مواجهة الفكر المتطرف، في مواجهة القوى الخبيثة التي تريد أن تدمر لا قدر الله الوطن العربي، وده إن شاء الله عمره ما يحصل طالما هناك مؤسسات، طالما هناك أبناء مخلصين، أبناء الوطن العربي يتصدون لكل هذه المؤامرات. القوى الناعمة بشكل عام كيف يكون لها دور مؤثر وتحديدا في هذا التوقيت من عمر وطننا الحبيب العربي؟ سأنطلق من في الإجابة من كلام حضرتك لما قلت أنه الوطن لا يمكن أن يدمر ما دام فيه ناس واعيين، لكن أنا سأقول أنه مصر لن تدمر ولن تطالها أيدي العدو، لأن البلد الذي ذكر في القرآن، البلد الذي كان مهبط الأنبياء ومقصد الصالحين، لن تطاله أيدي العابثين. الوطن العربي مليء ويزخر بالمفكرين، صحيح، بالمبدعين، والغرب يستقطب هؤلاء. نعم. يعني البعض يأخذهم والبعض يحاول حتى أنه يغير لهم أفكارهم من خلال الإعلام. للأسف الشديد البعض يساير الموجة، وتراه هو الذي يثير الأحقاد، وتراه هو الذي ينشئ جيل يعني بفكر متطرف، وهذا للأسف الشديد. لكن بالمقابل رب العالمين حافظ، ورب العالمين كريم، فهو دائما رب العالمين يبعث في المجتمع نخبة من العقلاء، يعني سواء كان معلم، سواء كان عامل، سواء هو الإنسان في حد ذاته، لما يكون إنسان واعي وعاقل في البيت يطلع جيل برضو عاقل وواعي. نطمح دائما إلى أن يكون هناك دين يعني يدعو إلى لا نقول إلى المساواة، لكن هو دين يرى الدنيا كما يرى الآخرة. فالحمد لله رب العالمين ما زالت الدنيا بخير. يا رب يا رب دائما، واحفظ شباب وطننا العربي الحبيب. اللهم امين. القصيدة التالية تحب تسمعينها يا فندم؟ تفضل. سأهديها لوالدي رحمه الله. رحمة الله عليه. سأقول: لما الرؤى قد بشرتني بالرضا، والحلم أغدقني بفيض من فرح، وتسابقت خلجات روحي تنتشي بالذكر والتسبيح فاضت مهجتي. الله يا الله يا الله، اللهم أحلى نسائم حملتني ذكريات من شجون الروح تشتاق الحبيب. ما كنت أحسب أنني يا والدي في عيدي ما كنت أحسب أنني يا والدي في عيد حزني جئت تمنحني الفرح. ما كنت أحسب أن شوقي عطره قد فاض في أرجاء قصرك حالما، وأنا الحزينة واشتياقي ولوعتي. يا حسرتي، كيف السبيل إلى لقائك؟ دلني يا والدي، وكأنك جئت تبشر أنني بالذكر ألقاك المساء، وتلخثمت في جوفي الحسرات صاحت دهشتي. سبحان ربي، كل شيء يحيي في القلب الحياة. يا والدي، لكأنك الحضن الذي ما فارق الحضن سنين، لكأنك الهمس الذي قد أيقظ في السبات صوت بحلمي. يا أبي، هز حنيني جئتني، الله ليت الحلم يبقى. يا أبي، طمع الفؤاد وأغوى ليلي. يا أبي، والعذر أني لا أطيق الحزن عنك، وأنني في كل حين أذكر الله وما علمتني، أن التغني بالإله وبالنبي سجية، والصدق ما أحلاه ما علمتني. يا والدي، لكأن كفك بالحنان يمدني،
لكأنك قبلتها مثل اعتيادي، أنت من قبلتني، لكأن عطرك مسكه فاحت بروحي يا أبي، لكأنني بخرت ثوبك مثل عهدي، كأنني أمسكت سبحك رحت أحسب حبها، لكأنك أمسكتها شاكستني، آلمت بالمزح الجميل يا إصبعي، لكأنني أغمضت عيني يا أبي وضحكت من فرط المزاح، كأنني قبلت كفك بعدها وكأنك أجهرت كفك بالدعاء، كأنني مثل الصغيرة رحت أمسح دمعتي، وكأنك قلدتني ضوء النجوم، كأنني من نورها لامست روحك يا أبي، ودعوت ربي رحمة ودعوته يرضيك عني يا أبي. رحم الخالق عز وجل للوالد، وانا بحيي حضرتك. يعني دي لحظه وفاه ولمسه، لمسه جميله من حضرتك تجاه والدك يعني رحمه الله. يعني خليني اسال حضرتك، شباب الشعراء وشباب المثقفين بشكل عام، ايه النصائح اللي احنا ممكن نوجهها لهم؟ الغرائز اللي احنا نقدر نقولها لهم لابد ان يتحلوا بيها حتى نستطيع ان نغير يعني الصورة السلبية اللي بيحاول ينشرها الغرب تجاه الوطن العربي، وتدني الثقافات اللي بيحاول يبثوها بشكل كبير جدا من خلال إعلامهم المسموم. شايفة دور الإعلام ودور شباب المثقفين ودور شباب الشعراء في هذا التوقيت، وإزاي نقدر نوعيهم إيجابيا تجاه مجتمعاتهم؟ في الحقيقة دور السلام، دور الأمان، دور ما هوش ليس هو دور المثقف فقط، هو دور كل إنسان، حتى دور الطفل، دور الكهل، دور المعلم، دور هو دور الأسرة، هو دور المجتمع، هو دور الشارع، هو دور المدرسة، فكل مسؤول. يعني أمان مصر، أمان الوطن العربي، كل مسؤول. يعني خليهم نقول لا يمشي الإنسان، ما يمشيش الإنسان في الشارع يقول لك بلش دعوة. يعني الإنسان لما يشوف شيء غريب، كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، بالكلمة مسؤول، بالحركة مسؤول. يعني كل إنسان يعي جيدا أن هذا الوطن وطنه، وأنه بدون أمان لا يساوي شيئا، فلنتعظ. يعني احنا مجبرين أن نتعظ، نشوف ما يجري في سوريا، ما يجري في اليمن، ما يجري في العراق، ما يجري في ليبيا، يعني ونقارن لما هذه الأحداث تحدث في الوطن العربي ولا تحدث في الغرب. فلندرك أن هذا مخطط، فلندرك أنه محافظتنا على بعضنا البعض أو محافظتنا على أرضنا، هذا من محافظتنا على عرضنا أولا وقبل كل شيء. صحيح. بقى عندي دقيقة، ممكن أسمع يعني في الدقيقة دي حاجة كويسة ممكن تسمعني؟ سأقول وإني إذا ما نظرت إليك وجدتك أقرب مني إلي، إذا ما مشيت إليك اشتياقا رأيتك في الأفق الهارب، وأمشي إليك أسابق كلي، أسابق شوقي، أسابق ظلي فيسبقني. ربنا يعزك، ده كله ليا يا فندم. الله يسلمك، الله يخليك. انا بحيي حضرتك وبتمنى لك يا رب كل التوفيق، وان شاء الله باذن الرحمن زي ما مصر دايما ما بتحتضن يعني الاخوه الاشقاء العرب بيثبتوا ذاتهم، لان فعلا مصر تصدر الثقافات لاشقائنا العرب. اعتقد ان شاء الله متمنين لحضرتك مستقبل باهر، وان شاء الله في القريب العاجل نقول لك من اعظم الشعراء المؤثرين على الساحه العربيه. رساله حابه توجهها للشعب المصري والشعب الجزائري. اللهم امين يا رب العالمين. الرسالة اللي نقدمها لكل الوطن العربي، حبوا أوطانكم، حبوا أوطانكم. الرسالة اللي نقدمها على المستوى الشخصي لزملائي في مصر، شكرا لكل من دعمني ولكل من حضنني، ويا رب دايما مصر بأمان يا رب العالمين. يا رب دايما يا فندم، وأهلا بحضرتك في وطنك الثاني مصر، وإن شاء الله دايما بالتوفيق، وإن شاء الله دائما الوطن العربي قادر على مواجهة التحديات والمؤامرات، قادرين إن شاء الله أن نرفع راية العروبة خفاقة أمام العالم أجمع، مستمرون في النضال، مستمرون في نشر السلام وبث في جميع أرجاء العالم. تحية إجلال وتقدير لوطننا العربي الحبيب، إن شاء الله دايما كل التوفيق. شكرا لك ضيفتي العزيزة الشاعرة الجميلة المتألقة الأستاذة فتيحة بقى الشعر الجزائري. شكرا لك يا فندم، مشرفتين، وتحياتي لحضرتك. الله يسلمك، شكرا. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه، ان شاء الله غدا اللقاء يتجدد مع كرو عمل جديد برنامجكم ساعه صبحيه. اعدت هذه الحلقه النهارده 12 بالليل والجمعه 10 صباحا و12 مساء. تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.